تطور السينما المحلية في الإمارات معتمدة على شغلتين: ثقة الجمهور في صانع الفيلم، وهاي الثقة ما راح تكون موجودة إلا إذا كان صانع الفيلم جاد في صناعته للفيلم. مجرد ما نشوف أفلام سينمائية حقيقية بكوادرها، بتكوينها، بالقصص، بالتمثيل، راح نلقى الجمهور يحب هذه الأفلام سواء كان إنتاج ضخم أو إنتاج من جهود شخصية. إذا صانع الفيلم حقيقي احترم تجربته، الجمهور راح يحترمه ويحب أفلامه، وهاي من أهم النقاط اللي تطور السينما المحلية. وبعدها راح نلقى الدعم والتشجيع إذا كنا حقيقيين في تقديم السينما.